السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حناخد عن قسم الحجوزات في مادة فن إدارة الفنادق. حبيت أبدأ لكم المحاضرة بمقولة مشهورة أكثر في مجال الفنادق، اللي هي المبيعات قد تصعد أو تهبط، لكن الخدمة تبقى للأبد. Sales goes up and down, but service stays forever. دائما يكون اتجاه الفنادق أو الشركات أو بعض الشركات يعني يكون للمبيعات، لكن ما الجميع أو الناس اللي عندهم خبرة أكثر هم عارفين في قرارة نفسهم إن المبيعات عمرها ما تكون في مستوى واحد. في عندنا هاي سيزن وفي عندنا لو سيزن في كل شركة وفي كل قطاع، لكن إيش اللي ممكن يكون كله في مستوى واحد؟ اللي هي الخدمة، وهذا طبعا جزء يتعلق بقسم الحجوزات وكمان الأقسام الأخرى الموجودة في الفندق وليس فقط قسم الحجوزات. الحجوزات مربوط برضو بعدة أقسام زي ما ذكرنا الأول في قسم الاستقبال، مربوط بتنظيف الغرف لأنه هو القسم اللي يكون عارف متى الغرفة تنظفت ومتى الغرفة لسه ما تنظفت، لأنه في حال إن عدم تنظيفها يؤدي إنه ما حتقدر تبيعها أو عدم جاهزيتها لإعادة بيعها، نفس نظام الاستقبال. كمان الحجوزات لعلاقة علاقة بالمبيعات، ليه؟ لأن المبيعات زي ما تقول الكونتراكتس اللي بتيجي من في حاجة اسمها عندنا الكوربريتس. كوربريتس بمعنى local corporate rate، اللي هي الحجوزات القادمة من الشركات التي تم التعاقد معها في هذه الفنادق، وهذا كل العقود أسعارها وكده تيجي عن طريق المبيعات. المحاسبة طبعا برضو زي ما انتم عارفين الحجوزات متعلقة بالمحاسبة، لأن المحاسبة الجزء النهائي من الحجز يعتمد على المحاسبة. الحجوزات لازم يكون على دراية كل حجز مين اللي هيحاسب عليه، هل هو الضيف، هل هي وكالة السفر السياحة، هل هي الشركة، يفرق. كمان ليها علاقة بالاستقبال، ليه؟ لأنه الاستقبال برضو مثلا في حال إنه أنا جهزت حجز كموظفة حجوزات، أنا جهزت حجز، الاستقبال لازم يكون على دراية كاملة بهذا الحجز. في حال لو كان مثلا نفترض إنه كان special need ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان مثلا عريس فيجهز له غرفة العرسان، يكون لي معاملة خاصة، يعني كل حجز لي زي ما تقول حكاية، فالاستقبال هو اللي بيكمل لك الحكاية تبعت الحجز هذا. تعرف بقسم الحجوزات هي عملية الحجز المسبق لغرفة أو جناح لفترة زمنية محددة ولشخص محدد. طبعا هذا التعريف المجمل للحجز. طبعا انت زي ما انتوا عارفين في الضيوف يجوا على شكلين، القادمين عن طريق حجز والقادمين عن طريق الاستقبال. القادمين عن طريق حجز يتدرجوا برضو لعدة مصادر دحين هناخدها. قبل لا ندخل على المصادر، عندنا المهام الرئيسية لموظف الحجوزات: استقبال الحجوزات وتحديثها في النظام. استقبال الحجوزات بغض النظر عن مصدرها، يعني مصدرها ممكن يكون هاتف، ممكن يكون إيميل، هناخدها دحين. القيام بتسويق الغرف الأعلى درجة وخدمات الفندق. جزء من مهام الحجوزات هي تعتبر سيلز تكنيك، مبيعات، بقد ما يقدر انه يحاول ياخذ الماكسيمم من هذا الضيف او ياخذ الماكسيمم من هذه الشركة. ياخذ اذا كان بامكانه ياخذ الغرفة الاعلى او يحجز على جناح يخليه يحجز على الجناح، لانه عادة في اي فندق الغرف الادنى العادة تكون مباعة سريعة، لكن المشكلة دائما تكون في الاجنحة، في السويتات. إذا كان في رويال سويت هنا المشكلة. مراجعة طرق دفع الضيوف والإلغاء، طبعا كل آخر نهار قبل لا يقفل دوامه مثلا يتوجب على موظف الحجوزات إنه يراجع طريقة دفع للضيوف، يتأكد هذا الضيف حيدفع كاش، هل هو حاطط فيزا، هل هو حاطط داون بايمنت اللي هي الدفعة المقدمة، الحين هناخد برضو عنه. التأكيد على طلبات الضيوف وحجز الغرف لهم، هذا زي ما قلت انه اخر النهار لازم يتأكد من كل طلبات الضيوف. فرضا واحد ما هو حاجز على الباكيج حق الهانيمون او العرسان لكنه طالب كيكة لنفترض،
فبالتالي بده موظف الحجز يعمل الإجراءات اللازمة مع قسم الأطعمة والمشروبات إنه يجهز له كيكة، وهلما جرى. أهم حاجة لازم يحط في باله كده موظف الحجوزات إنه maximize hotel revenue، يعني يصل للحد الأعلى للإشغالية أو للإيراد. هنا الإشغالية 100% hotel occupancy. إحنا عندنا هذا كان زي الحاجة اليومية، كما إشغالية الفندق اليوم. إشغالية الفندق بمعنى عدد الغرف الغير شاغرة، يعني اللي تم حجزها اليوم، تقسمها على عدد الغرف الشاغرة. مثلا فرضا كان عندك 100 غرفة انت في الفندق كامل، حاجز منها 50 غرفة فقط اليوم، فاليوم الهوتل اكيوبنسي عندك 50%. اوكي، بدك تعرف هل هذا الهوتل اكيوبنسي ممتاز ولا مو ممتاز، يعتمد انه هو هل هو هاي سيزن لو سيزن، هل في الفنادق اللي جنبك او الشقق المفروش اللي جنبك هل كلهم عندهم تقريبا نفس الامكانية ولا لا. maximize hotel revenue اللي هو كل يوم كم الايرادات للفندق بتدخل. ففرضا انت ما بعت اليوم بس غرف، انت بتبيع upgrade upgrade upgrade، يعني انه مثلا بدل ما هو كان حاجز على غرفة انت اقنعته انه يحجز على جناح، انت كده سويت maximizing revenue. او فرضا انك بعت خدمات، يعني مثلا هو بيحجز معاك، حجزت له في مطعم عندكم في الفندق وحجزت له وجبة الغداء فرضا البوفيه، او ده طلب كيكة فحجزت له كيكة في غرفته. هذه كلها أشياء هو حيدفعها فتعتبر maximize hotel revenue.